بنحييكم وبنتابع 15:44 بوقت عم تظهر أكثر وأكثر تداعيات نزوح السوريين على لبنان بمختلف المجالات، وبالرغم من التدابير يلي أخذتها السلطات اللبنانية لتنظيم دخول السوريين على البلد استمرت وبكثافة عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود. 15:44 مرة جديدة وبكاميرته الخفية استطاع أنه يوثق بالصوت والصورة كيف عم بتصير عمليات التهريب. خلينا نشوف. بالرغم من كل التدابير يلي اتخذتها السلطات اللبنانية للحد من دخول أشخاص عبر معابر غير شرعية للأراضي اللبنانية، نشطت شبكات التهريب ووثقت الكاميرا الخفية لل 15:44 الحوار مع شخص دخل على لبنان عبر إحدى الشبكات. وصلت يعني على الحدود حكولي 400 دولار، بتفوت نظامي بنطر الضابط وبتفوت. سارة بتعاد هون العالم تتصل فينا على الحدود انه شو صار معكم، ما صار معكم، هلا بدنا نادوكم، استنى شوي ما شوف غير اسمنا شو، نادونا نفوت لجوا يا بنشوف انه استنى لبعد 12 تغير اللوبة راح تفوتوا. وهذا مين اللي عرفكم عليه؟ تبع التحقيق حكيت لك انه صاحبي ظهر صاحبي كان يفوتوا هالطريقه، كان يطلع على السوق. بس هو كيف الطريق سلكتوه؟ جبل ماشي؟ قد ايه اخذت معكم وقت؟ شي نص ساعه، تبع ساعه. طلعنا على الجبل، اخر الجبل، يعني قبل المصنع اللبناني شغلت 300 متر. تطلع على الجبل هيك بصير تلف حوالين الجبل، وين بصير؟ يعني بتشوف انت المصنع من قدامك. بتلف حوالين المصنع، بياخذوك على بيت هنيك ترتاح. يعملوا لك كمان إقامات مزورة بس بنطلع إياها وما بلاش مهمة بمصاري. دغري جيت لهون أجا أكرم بيعرف زلمة وظبطنا الواسطة تبعهم على الشويفات. على الشويفات هناك مع مين حكينا بالشويفات؟ مع كمان إيه حكينا له إنه هيك هيك حكى أوكي مو مشكلة، ظبطت الجرايد كل شيء. ما سألك لا باسبور لا أوراق ولا ما قال لك كيف جيت؟ قلت له بسألك ما بسألك قد اخذ منكم هاي؟ اسمي كلمه اقامه نظامي، يعني غيرت من كلمه خلسه انه دخول خلسه، يعني شو شلون؟ من انه فايت نظامي بسيط، اما هلا شو صار؟ لا فايت نظامي 100%. وفي مين يجدد لي يعني؟ ومن هو هذا شو اسمه؟ اللي ساعدك بشوي فات مثل المقداد؟ لا واحد مصري شاب مصري والله نعرفه من هون، بس هذا الشاب اللي بعرفه هون يعني واصل اي شيء بدك اياه بالدوله بسوي لك اياه، اي شيء يعني مو بس هاي الشغله. هذا المصري؟ اي شيء يعني ما بنتك شيء يعني مضروب، لا نظام 100% يعني. وللتاكد من يلي سمعناه اخذنا ارقام المهربين واتصلنا فيهم. قد ايه رقم التليفون لو سمحت؟ من قبل مين بقول له؟ قول له من طرف ابو ظبي. انا عندي شاب من جوبر، هني فلسطينيين سوريين بدهم يفوتوا على لبنان. هذا الموضوع قد ايه بكلفنا ماديا؟ لانه فيهم يطلعوا من سوريا يخلوه؟ ايه بعتقد ايه فين يطلع. اوكي بالاخر انا عامل سوري اللبناني غير معين كلف واحد كلف مثل ما بلكي هني مش قادرين يمرقوا عند الحدود السوريه. قد ايه بتصير تكلفتها؟ هاي غيره بالوضع، مش واحد غير من سوريا ما يصير معهم شيء؟ لا موضوع تافه. شو انا عم شو عم شغل زين عندنا جوا، بتركبهم بالسياره بالبيت اللي جوا وبيطلعوا على البيان نهاري على الحاجز، بيكون معهم هم الشخص اللي جيبه. معهم هم اللي حضروا. هيدي العملية بتتم ليلاً أم نهاراً؟ لا مش نهار. يلي عرضناه منوضعه بتصرف السلطات المعنية. طبعاً نحن كلنا ثقة بجهاز الأمن العام اللبناني وعلى رأسه حضرة اللواء عباس إبراهيم، ولهذا السبب نحن على استعداد أن نضع هذا الفيلم طبعاً من دون التوت اللي مرقت على بعض الأسماء وعلى بعض الأرقام،
راح نحطه بتصرف الأمن العام اللبناني، فإذا كان هناك من ثغرات أو شوائب موجودة وهني ما عندهم علم فيها أنهم يطلعوا عليها، لأنه نعرف أنا بعرف تماماً على مستوى شخصي قديش اللواء إبراهيم هو حريص على سمعة هذا الجهاز وعلى انضباطية هذا الجهاز والعمل في داخله منعاً لأي تجاوزات أخرى وتحسباً لأي أمور ممكن تبدأ بتهريب أشخاص ممكن تنتهي بأمور أخرى. ما هو التالي ونتابع؟